أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت السلطات السعودية نجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولا إلى تصعيد جموع الحجاج إلى مشعر منى والبدء في رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة. وتتابع الجهات المعنية بشؤون الحج مراحل تنقل جموع الحجاج وما يقدم لهم من خدمات. تستعد القوات العراقية لإطلاق عملياتها العسكرية ضد داعش في قضاء الحويجة، وألقت طائرات سلاح الجو ملايين المنشورات تتضمن توجيهات للمواطنين تحضهم على الابتعاد عن أماكن تجمعات التنظيم لأنها ستكون أهدافاً للطائرات. قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا إن ما تبقى من معاقل داعش في سوريا سيسقط على الأرجح بحلول نهاية أكتوبر، وأضاف أن هناك ثلاثة أماكن فقط بعيدة عن الاستقرار هي الرقة ودير الزور وإدلب، لافتا إلى أن التحالف وحلفائه سيحررون الرقة خلال الأشهر القادمة. حث مسؤول في الأمم المتحدة على هدنة إنسانية تسمح للمدنيين بمغادرة الرقة في الوقت الذي تصل فيه حملة تحرير المدينة من احتلال داعش مراحلها النهائية. وتقول تقارير الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 25 ألف مدني ما زالوا محاصرين في أجزاء من المدينة. اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على زيادة قدرات صواريخ سول بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً، ويسمح لسول حالياً بامتلاك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 800 كيلومتر وتحمل 500 كيلوغرام من المتفجرات، لكنها تود زيادة حجم حمولتها إلى 1000 كيلوغرام. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه إزاء تجاوزات أثناء العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الميانمارية في ولاية راخين، وحث غوتيريس على ضبط النفس والتزام الهدوء لتجنب وقوع كارثة إنسانية، مشددا على أن حكومة ميانمار تتحمل مسؤولية توفير الأمن. سجل متسابق كندي رقما قياسيا في تحدي تشكيل لحية النحل بعد أن جلس لمدة 61 دقيقة ووجهه مغطى بطبقة من النحل. المتسابق قال لوسائل الإعلام إنه أقدم على تشكيل لحية النحل مرتين فقط قبل أن يدخل التحدي ويسجل الرقم القياسي الجديد. الموجز إلى اللقاء.